كانت الدنيا رايحه جايه يا كابتن اسامه، وكان يعني النني حتى النني معروف ان هو احسن حاجه بتتعمل ان هو بيعرف باص باص زيزو اللي هو بيغلطش في باص، عمل 3 4 ميس باص. أيوة. أيوة. نعم في اول المباراه. في اول المباراه، وبالتالي الضغط اللي كان بينفذه المنتخب الجزائري استطاع المنتخب المصري ان هو يتغلب على هذا الشكل بقوه اراده وبوجود مجموعه رائعه في وسط الملعب ووجود خط دفاع على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت عوده محمد صلاح ومصطفى محمد وزيزو الحقيقه وقبل ما يطلع طبعا تريزيجيه رائع الحقيقه للمباراه الثانيه على التوالي لمستواهم الكبير. يعني هو فرق كبير جدا بين مباراه النهارده ومباراه زامبيا. مباراه زامبيا تحس ان التفكير بتاع اللعيبه ما كانش حاضر قوي في مباراه زامبيا. زامبيا كانوا بيلعبوا باسلوب مختلف شويه عن المنتخب الجزائري، كانوا متحفظين قوي في الشوط الاولاني، وانت بتلعب بثلاثه ارتكاز في نص الملعب، ودي كانت عامله مشكله للمنتخب المصري. هو حمدي فتحي وطارق حامد والنني كان معظم اللعب كان مع الماتش الاولاني شبه بعض. تحس ان اللعب كله كان عرضي 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 عرضي، ما فيش اختراقات طوليه، ما فيش مسانده لصلاح، ما فيش مسانده لتريزيجيه، ما فيش مسانده لمصطفى محمد. يمكن هو تداركها الشوط الثاني لما غير ونزل زيزو فابتدى بزيزو النهارده. يعني على اساس زيزو بيقدر يكمل الناحيه الهجوميه، بيعمل كثافه وصانع العاب وابقى على حمدي والنني في نص الملعب. وزيزو اضافه ودخل صلاح للعمق شويه، يعني خلى اكننا بنلعب 4-4-2. ايوه يعني 4-3-2 او يعني في ظل غياب واحد. صحيح. يعني ف 4-3-2 يعني يعني هو حمدي والنني هم اللي في نص الملعب. صح. وزيزو واخد الجبهه اليمين وتريزيجيه الجبهه الشمال، وصلاح داخل تحت تحت مصطفى محمد شويه. ده من بدايه انا بتكلم على البدايه قبل الطرد فالنهارده تحس اللعيبه في بذل جهد اكتر، حاسين بالمسؤوليه اكتر. صحيح. عارفين ان المنتخب الجزائري طبعا اتقل بكتير من المنتخب الزامبي، وان كان النهارده مش في يعني في لحظات قليله من المباراه ظهر بالمظهر المعروف عنه، مش كل لعيبته كانت في احسن حالاتها، لكن المباراه النهارده افضل كتير من مباراه زامبيا، ولكن ما زالت الخطوره على المرمى مش كبيره قوي. يعني ما فيش خطوره، يمكن تاثير طرد محمد هاني ممكن تكون تاثير طرد محمد هاني طبعا ونزل عمر كمال باكرايت قلل شويه النواحي الهجوميه وابتدت السيطره للمنتخب الجزائري، لكن في بذل جهد كبير من اللعيبه، في اصرار. يعني في لعيبه بس عشان قبل ما تقول من اسامه معلش يا محمود اتفضل. ظهر منتخب مصر بيجيد دايما لما يبقى تحت ضغط. واضح جدا في المباريات العاديه ممكن لازم يبقى تحت ضغط عشان احنا بقى هنفضل نعمل كده. يعني لازم يعني نعمل يعني البرازيل بقى والمنتخب، لان انت شفت بدايه المباراه عامله ازاي وبعد الطرد عامله ازاي. كميه الجري من انا ما حشيش من كميه الجري من كام لعيب زادت قوي لما حصل طرد. يعني مصطفى محمد جري كتير جدا النهارده عن صلاح احسن من طبعا من المباراه اللي فاتت. كلهم الحقيقه كلهم يعني في نص واحده من افضل المباريات دي الحقيقه، يعني نص الملعب احسن من الفتره اللي فاتت. طيب. برضو حمدي وهاني لما كان قبل ما يطرد او عمر كمال، يعني الى حد كبير النهارده الاداء افضل من مباراه زامبيا. لازم يحلفوا عليها كابتن اسامه لما تروح لمحمود انه ما يلعبش تاني الا مستوى اول، ما فيش وقت خلاص. صحيح. طبعا تاني خلاص ما فيش مباراه وديه لغايه التصفيات. لغايه التصفيات. اذا يعني لا ما فيش ماتشات وديه.